أمي بترجاكي فردي وشك، إن شاء الله كل شيء رح يكون بخير. إن شاء الله بنتي، إن شاء الله. إن شاء الله ابننا رح يتعافى. نورهان اسمعيني، عملت هالشي مشان يحيى. أنت ممكن تكون للبيع يا سرحان، بس صحة ابني مو للبيع أبدا. أنت وقليلة هالوجدان طلعوا من حياتنا بقى. اسم الدكتور ورقمه والساعة اللي رح تصير فيها عملية جلار كله مكتوب هون يا أمي. حلو. يا أنسة قلتلك في محكمة ما بصير تفوتي بهاي الطريقة. أنا بعتذر كتير من قلة الاحترام يلي ساويتها من المحكمة الموقرة يا سيادة القاضي، بس بصفتي محامية لازم حقق العدالة وأدي مسؤولياتي الشخصية على أكمل وجه. لو سمحت سيادة القاضي اسمح لي بس دقيقتين. هدول بس دفع على الحساب، وبكرة بعد العملية رح تاخد قدهم كمان لا تاكلهم. بس ما بدي هالمرة تطلع من غرفة العمليات أبداً. كأنه هي آخر مرة بشوفهم فيها أختي. جنار شو عم تقولي؟ بعيد الشر عنك. أنا بكرة رح أعمل العملية أختي. أنا رفقاتي كتار هون وأعدائي أكتر، بس بهاي الدنيا أهم شي بالنسبة إلي بنتي الوحيدة نيسا، والشخص يلي بيحاول إنه يأذي سعادتها وحياتها لسه ما خلق أبداً بمحي من هالدنيا. أنا بشكرك من كل قلبي لأنك أنقذتني. قلتلك من قبل نيسا ما في شي تشكريني عليه بنوب، أنا بس عملت واجبي. أي شخص مكاني كان عمل نفس الشي. لا ياسين، مو أي شخص. لحد اليوم كل اللي كانوا بدالك يا أما بيتركوا الشغل لأنهم خايفين يا أما بيتقلعوا، بس أنت كتير مختلف عنهم. ضحيت بحالك مشان تنقذني، الله أعلم شو كان صار فيني لولاك. أول مرة بابا بيأمن بحدا وهو مرتاح كتير، بتعرف شو يعني مو هيك؟ نيسا أنت عم تحرجيني، ما في داعي تكبري الموضوع. مثل ما قلتلك قبل شوي أنا عم ساوي واجبي مو أكتر من هيك. ماشي، معناها أنا رايح لأنه تأخر الوقت. تصبحي على خير. وأنت من أهله. رح أعملكم مشاكل، هاتي الجاتو. تفضلي أمي. انزل لتحت وشوف شو عم بيصير، شوف هالمسخرة اللي سويتها حضرتك. ليش شو صار؟ شو بده يصير يا ابني؟ عاملين عيد ميلاد للمجرمة اللي قتلت أخوك وعم يصفقولها، وأحفادي مو دريانين شو اللي صاير فيهم، وعم يقولولها شكراً لأنك قتلتي أبونا. عم يقولولها منيح اللي عملتي هيك ويتمتينا. قلت لحالي خليني خبرك مشان تروح وتحتفل معهم. روح يا ابني، يلا لشوف، نزيل صفق معهم. شو ساوي يا أمي؟ أنت ما بتعرفي شي بنوب. لو بتعرفي الحقيقة كنت كرهتيني أنا بدل جنار. ماشي أنا رايح أنام، يلا تصبحي على خير أختي. وأنت من أهله. تصبحي على خير بنتي. بفضلكم قضيت يوم كان كتير حلو، الله يرضى عليكم كلياتكم. نحنا يلي نتشكرك على كل شي خالة عائشة. شو هالقلب الطيب يلي عندك، كل مكان بتروحي عليه بتجيبي له الفرحة. وبيني وبينك خالة، بفضلك انتي أخي وقدرة تقضوا وقت مع بعضهم. شو عم تقول؟ أسماء عم تحكي علي مو هيك؟ وليش لحتى أحكي عليك؟ شو ما في عندي غيرك؟ طيب ماشي الحال، وأنا رايح نام كمان. خالي عائشة يسلموا إيديك، الجاتو كان كتير طيب. بكرة أنت بتعدي وأنا بطبخ الأكل، ماشي خالتي؟ بوعدك. أصلاً ما بيكفي أنه نحن عم نعزبك معنا؟
بالعكس ابني، عذاب شو؟ انتوا طلبوا وبعطيكم روحي. لا سمح الله خالي عائشة، الله يطولنا بعمرك، إن شاء الله منشوفك معنا على طول خالتي. آمين. يلا تصبحي على خير. وانتي من أهله. تصبحي على خير مرت عمي. وانتي من أهله بنتي. أمي؟ شو ابني؟ تصبحي على خير. وانت من أهله حبيبي. يلا بنتي خلينا ننيم روز، هلأ بتوجع رقبتها. يلا تصبحي على خير. قلبي وشها كمان شكلها الحية، حاسة إنه رح تموت. تموت وتخلصنا بأسرع وقت من شأن نرتاح منها، لأنه إذا ضلت أكتر رح تاخد قدرة مني. أنتي تسطحي بنتي وأنا بجي بعد شوي. شوفي أمي لوين؟ راح لأحكي مع الأم آسيا لآخر مرة. لا أمي بترجاكي بلاها، يعني شو ما قلتي لها لستي ما رح يتغير موقفها تجاهك؟ بلا ما تنزعي مرائك قبل العملية أمي، بترجاكي. ما بعرف شو ممكن يصير بكرة بنتي، لهالسبب أنا بدي أحكي معها لآخر مرة. بعرف ما رح يتغير موقفها، مع هيك بدي إياها تسمع أني بريئة لآخر مرة. مين سمح لك تفوتي على غرفتي يا مجرمة؟ انت مين مفكرة حالي؟ يلا انقلعي، وإلا انت بتعرفي منيح شو بقدر ساوي فيكي. لازم تسمعيني لآخر مرة، لا تتعبي حالك على الفاضي معي. ما رح تقدري تسمميني بكذبك مثل ما عملتي بأحفادي. طالما واثقة من حالك كل هالقد معناتها تركيني أحكي لك. إذا على الحالتين ما حتصدقيني. شو هالمخلوقة هي؟ مع إنها رايحة على الموت بس علقت الأولاد فيها. والله رح جن، شو أعمل؟ شو عم تنتمي لحالك يا نوال؟ ما في شي حبيبي، بس كنت عم فكر بجلنار. بكفي نوال، يعني أمي معها حق، بس أنت شو؟ بس فهميني أنت شو مشكلتك معها يا نوال؟ بعدين مو على أساس أنتوا تصالحتوا؟ المخلوقة بكرة عند عملية كتير خطيرة، يعني بدل ما تدعميها قاعدة عم تتمتمي بينك وبين حالك عليها؟ حرام عليك يا نوال. بس يا داود انت فهمتني غلط حبيبي، انا متضايقة على جلنار مو متضايقة منها، لانه هالكم يوم هي والولاد كتير صاروا قراب من بعضهم وحبوها كتير وتعودوا عليها كمان. يعني هلأ اذا ماتت جلنار رح يزعلوا، انا خايفة من هالشي يا داود. انت شو عم تخبصي يا نوال؟ يعني لانه الاولاد رح يزعلوا عليها ما بدك اياها تقعد معهم؟ حاجتك حكي فاضي نوال. الكره اللي كبرتيه بقلبك من سنين والحقد، بعرف إنه ما بيروح بكلمة مني، وأنا ما رح أشحد الرحمة منك. طلبي الوحيد هو إنك تفكري بس لمرة واحدة، بترجاكي فكري باللي رح أقوله ورجعي لورا 20 سنة، وقتها لو قالوا لك إنه جلنار بتكره جوزها للموت وإنه هي رح تقتله ورح تخرب بيتها الحلو وتيتم ولادها، بتصدقي إني بعملها؟
ما كنتي صدقتي، لأنه اللي كنتي تعتبريها بنتك واللي هي أم أحفادك واللي كانت تفدي راسين بروحها كنتي بتعرفيها. لو إجا شخص وحكى عليها كلام مو حلو كنتي ما تسمحي له يحكي عليها، مثل ما أنا كنت بوقتها. لساتني لليوم هيك، لساتني جنار اللي بتحب جوزها واللي كانت مستعدة تفدي بروحها مشان ولادها. والله أنا ما قتلت راسين، ما بعرف إذا أنا رح ضل عايشة، يمكن بكرة موت ما حدا بيعرف وصير جنب جوزي راسين. بس بدعي يا ربي يعطيك العمر الطويل يا أمي، لا تفهمي إنه أنا بريئة وما قتلت راسين مشان ما تروحي لعنده حاملة هالذنب. أكيد رحتي وسمعتي لك شي كلمتين من الأم آسيا. أوه، تستاهلي هالشي. صدقتك ما هيك، وحتى ما سمعتك. لا تحطي ببالك، الله بيعرف انه انت بريئة، وانا بعرف كمان، واخواتي رح يعرفوا عن قريب ان شاء الله. هذا بكفينا، لا تفكري بالباقي. يلا خلينا ننام بنتي. لا تقومي، خليكي اليوم، خلينا ننام مع بعض. أنا وأنتي وحفيدتك منعانق بعض ومننام. هاي المرة شكله المطر رح يكون كتير قوي، بعد شوي ما رح استغرب إذا ندق الباب. هاي أنا، في مجال إني نام معكم؟ شوفي بنتي، لا تكوني خفتي من الرعد. لا أنا ماني خايفة، بس ما قدرت نام. بعدين سمعت صوتكم، قلت لحالي بيجوا من دردش سوا لبين ما ننام. حاجتك كذب، أصلاً أنت بتخافي من الرعد من لما كنت بنت صغيرة. أهل بنت كتير جبانة. خالي عائشة حاكية، مو سامعتي عم تقلي جبانة؟ يعني أنت مالك خايفة؟ تعي بنتي، أختك عم تمزح، يلا تعي. هي وصغيرة كانت هيك، كل ما تسمع صوت الرعد بتركض لعندي وبتقلي أنا خايفة. حتى مرة من المرات كانت مو شايفة من العتمة، بدال ما تعانقني من رقبتي عانقتني من رجلي، وبعدين بلشت تنط مثل القطة من الخوف. صارت كبيرة ولساتها هيك. بكفي أختي، لا تخجليني قدام الخالة عائشة، أنا ما بدي نام لحالي وبس مو أكتر. ما في شي حتى تخجلي منه بنتي،
كل حدا ممكن يخاف من شغلة، بس المهم هو تلاقي ناس بتحبيهم بس تخافي تتخبي عندهم. الحمد والشكر لك يا ربي، حتى لو كانت هي آخر ليلة إلي، بس ولادي معانقيني ورح نام هالليلة جنبهم، لهيك بتشكرك ألف مرة يا ربي. ما بعرف إذا أنا رح ضل عايشة، يمكن بكرة موت ما حدا بيعرف وصير جنب جوزي راسين، بس بدعي لربي يعطيك العمر الطويل يا أمي، لا تفهمي إنه أنا بريئة وما قتلت راسين مشان ما تروحي لعنده حاملة هالذنب. عن جد إنك حية، يعني مفكرة إنه بتقدري تضحكي علي بكلمتين، ما هيك جنار؟ صح قدرتي تضحكي على سهر، بس أنا لا، بكرة رح تموتي ووقت النار اللي جواتي رح تنطفي، وانتي رح تحترقي بنار جهنم إن شاء الله. الله يرضى عليكم يا أولاد، إن شاء الله ربي بيبعث لكم أيام حلوة مثلكم. ياسين، ما شبعت من ريحتك يا ابني، تركتك من لما كنت ولد صغير وتحملت مسؤولية إخواتك، بعرف إنك كبرت قبل ما تعيش طفولتك واضطريت تكون الأخ الكبير لأختك الكبيرة، بعرف شو ما عملت ما رح عوضك عن الشي اللي عشته، بس إذا لسه كان مكتب لي عمر من هلأ ورايح رح ضل جنبك مشان ببقى تتعذب ابني. إن شاء الله ربي ما بيفرقني عنكن ونقضي باقي العمر سوا. الله يرضى عليكن ويحميكن يا ابني. قدرت، أنا أكثر شي خجلانة منك، من وقت ما أنا انحكمت ظلم ومن يوم قدرك تغير، أنا خسرت أولادي وخسرت حريتي كمان، وأنت خسرت أخواتك اللي مالك عارفان إنهم موجودين، أنت بلشت حياتك من دون ما تعرف شو هي ريحة الأم، ما شفتك وأنت عم تمشي وتركض، ما سمعت منك كلمة أمي، بس ريحتك وانت صغير ضلت ببالي يا أمي، ما راحت أبدا، كل هالسنين واسيت حالي فيها، أنا ما عم سامح حالي لأني أعطيتك لنوال، بس بيوم من الأيام إذا عرفت الحقيقة إن شاء الله رح تسامحني يا ابني. Thank you.
بترجاك يا ربي لا تفرقني عن أولادي، أعطيني فرصة لحتى عوض كل الأيام اللي قضوها أولادي من دون أم. أنا ما كرهت حدا بحياتي كلها مثل ما كرهتك يا جلنار، بس الحمد لله رح أخلص منك بكرة، رح أستنى موتك بفارغ الصبر. أمي أنت جاهزة؟ جاهزة بنتي. جلنار يلا بسرعة، داود عم يستنى. يلا مرت عمي أعطينا شوية وقت وهلأ منجي. أمي بترجاكي لا تاكلي هم بنوب، ماشي؟ كوني قوية مثل ما بعرفك، حتى لو ما كنت معك بغرفة العمليات دعائي رح يكون معك دائما، وتأكدي إنه قلبي رح يدق جنب قلبك. بعرف بنتي، لأنه بعرف هالشي مني. ليش قلب الأم بيقدر يدق وولادها بعيدين عنها؟ أنا دائما رح كون معكم لو شو ما كانت النتيجة يا روحي. يلا خلينا نروح بلا ما عمك يستنى. قدرات وين راح أبوك؟ ما بعرف يا أمي، هو طلع قبل شوي. مين اللي مجهز السفرة اليوم؟ مين بده يكون يا مرت عمي؟ إمتى لحقتي تجهزي السفرة؟ بصراحة بعد الصلاة ما إجاني نوم، مشان هيك قمت وحضرت السفرة. يسلم إيديكي خالي عائشة، منيح اللي عملتي هيك. الله يسلم إيديكي، هالأكل ما بيلتقى بفنادق الخمس نجوم يا خالي عائشة. صحتين وهنا على قلبكن يا أولاد. أنا مضطرة أروح لعند قرايبتي وأقعد عند فترة، وإن شاء الله برجع ومنلتقي سوا. شو يعني إن شاء الله منلتقي؟ طبعاً رح نلتقي. ليكي خالته لا تخلينا نشتاق لك كتير، رجعي بسرعة. إيه؟ خالي عائشة؟ حتى لو قرايبينك طلبوا منك تضلي عندهم، اوعك تردي عليهم، هذا البيت صار بيتك، اتفقنا؟ حبيبتي عائشة، داود قال رح يوصلك بطريقه، وصار له زمان عم يستناكي برا. خالي عائشة، أنا بدي أشكرك كتير من شان مبارح. سهر كان معها حق، أنا لما كنت صغيرة كنت خاف من الرعد وما نام لحتى عنقها. صح أنه هي بالنهاية مانا أمي، بس قدرت تكون أحسن أخت بالدنيا. بس مبارح بالليل بحضنك أنت حسيت بأمان ما حسيته من قبل، وجودك خلاني حس
بحنية الأم يلي ما عرفتها من سنين. أنا ما بعرف، يمكن ما عم بقدر عبر، بس قد ما شكرتك بضل قليل. فهمان عليك يا بنتي وحاسة فيك. أكيد بس ترجعي لعنا رح ترجعي تنيميني جنبك إن شاء الله. يلا عائشة، يلا حبيبتي. ديروا بالكم على حالكم، الله يحميكم. وانت ديري بالك على حالك خالي عائشة. أصحك تنسينا أو تطولي علينا، نحن ناطرينك. يلا انقلعي يا جلنار، الموت هو العقاب اللي انت بتستحقيه. بوعدك انه هي اخر مرة بتبكي فيها من الزعل، من هلا ورايح ما رح تبكي غير دموع الفرح. رح نكون سوا على طول، بس خليكي واثقة فيني. حتى لو تأخرنا بس أكيد رح نعوض أيام السعادة اللي سرقها من هداك المجرم. رح نقدر نرجع عائلة واحدة مع أخواتي. فكري بالأيام الحلوة. يلا مسحي دموعك. يلا إن شاء الله بنتي. أنا منيحة لا تقلقي، وانتي لا تتضايقي. يعطيك العافية يا اختي. صباح الخير. الله يعافيك. تفضل تفضل خلينا نفطر. يسلموا. خير ان شاء الله. صاير معك شي؟ كنت بدي اطمن على جلنار خانم، كيف صارت؟ ان شاء الله احسن، بس ما اكون جاي بكير ومعطلك عن شغلك. لا الله يسامحك ما عم تعطلني عن شي، اهلا وسهلا. اليوم عمليتها لجلنار ان شاء الله. عن جد؟ فكرت بطلت تعملها؟ هيك على اساس، بس رجعت اقتنعت. سهر ضلت تحاول معه وقدرت تقنعه. الله يقومها بالسلامة ويرجع لي اياها بألف خير. ان شاء الله هادي يا خانم، ان شاء الله. أنا كنت بدي روح على المشفى، إذا ما عندك شي تعا روح معي، مو طالع بإيدنا نعمل شي، منوقف جنبها ومندعي لها. أنا هلأ كنت بدي أقلك إذا بتروحي معي. إيه منيح، بس رح أجيب شنتايتي. يلا. أنا هلأ رح فرجيك مين ياسمين، منشان تعرف تغلط معي مرة تانية. لك شو انت مالك شايف؟ شو هالمجنونة هاي؟ رح تدفع الثمن غالي قدرت، انا بفرجيك شو رح اعمل فيك. عن جد كانت ظريفة. ماشي بشوفكم بعدين. بنشوفك. صباح الخير ياسين.
آسفة لأني تأخرت عليك ونطرتك هالقد، بس المحاضرة على أساس ساعة وضلت ساعة ونص لحتى خلصت. ولا يهمك، ما في مشكلة، ما في داعي تعتذري، تفضلي. امبارح حكيت مع بابا وقت رجعت، قال حبك كتير وقال إنه باين عليك شاب راكز وقد حالك. هذا من ذوقه، إن شاء الله أكون قد ثقته فيني. إيه قليلي لشوف لوين هلا؟ هلا أمشي أنت ومنقرر على الطريق. جاي بكل وقاحة. طيب ماشي، أنا بفرجيك. ياسمين هون؟ إيه شو هالمفاجأة الحلوة؟ حلوة قلتلي؟ حلوة كتير؟ كذبة جاية تعمل لك مفاجأة. شبكي ياسمين، شو عم تحكي؟ أنا ما عم أفهم عليكي. مش مو أنت اللي قلت له لبياع الورد اسمي كذبة؟ أنا؟ مفكر حالك بتقدر تهني لأنه معك مصاري؟ ياسمين شو عم يصير معك؟ مو أنت قايل له لبياع الورد خود الوردات وبس اسأل عن كذبة وهي بتفهم عليك؟ لا أكيد في غلط، لأنه المحل كان فيه كتير عالم وأكيد بيكون مخربط بالأسماء، ما بصير تظلميني هيك. حاجة تكذب بقى، كمان مخربط بالعنوان؟ ياسمين لازم تهدي، ما بصير تخربي علاقتنا مشان غلطة بياع الورد. اهدي شوي وخلينا نقعد أنا وياكي بشي مكان. أنا لبستك الخاتم وكنت صادق معك، يعني أكيد لو كنت عم اتسلى ما بلبسك الخاتم بإيدك. أنت أول بنت بلتزم معها بعلاقة، وإذا بدك بروح معك لعند البياع وبهدله قدامك، بس أهم شي أنت تروقي. ماما حبيبتي طالعة مثل القمر. استني، بس تقومي بالسلامة منشوف الصورة ومنضحك، وبس يشوفوها أخواتي بدك تتحملي مسحن عليها. رح ضل عايشة؟ هي أكيد رح تعيشي، أنتي ما رح تحسي على الأشي، رح تغمض عيونك وتنامي، بس أكيد أنا يلي رح أتعذب بالانتظار. ما شاء الله، الله يقومك بالسلامة ولا يحرمكم من بعض أبدا. آمين. إذا صرتي جاهزة لحتى روح جيب السرير. اسمعيني سهر حبيبتي، لو شو ما عملت ما بكافيكي على اللي عملتيه معي، على وقفتك جنبي وثقتك فيني، لأنك فتحتي لي قلبك وصدقتيني. إذا صار لي أي شيء بالعملية، لا تحكي هيك أمي، لا تحكي وكأنك عم تودعيني. هيك الدنيا وما حدا بيعرف شو بصير. أنا ما بعرف إذا رح أطلع عايشة، لو سمحتي اسمعيني، يمكن تكون فرصتي الأخيرة لأحكي معك. إذا صار علي شيء وما طلعت من العملية، أخواتك رح يكونوا أمانة برقبتك. بعرف رح تديري بالك عليهم، أصلاً بغيابي ما قصرتي معهم أبداً، ضحيتي بطفولتك وبحياتك لتكوني معهم دائماً. يا روحي أنتي، أنتي أكتر وحدة بين أخواتك دفعتي ثمن غالي على الظلم اللي أنا انظلمته. لما القاضي من دون أي رحمة أصدر حكمه وحكم علي بالسجن المؤبد وفرقني عن ولادي، طلعت عقوبتي الحقيقية إني أعرف إنه ولادي عم يكبروا بعيد عني من دون ما أقدر شوفهم وكون جنبهم.
ومن هداك اليوم أنا ما عم نام بدون ما أحلم فيكم، ولا بيمرق يوم إلا وبدعيلكم فيه. بالأيام الصعبة اللي مرقت علي كنت عانق صوركم ونام، ولما كنت أمرض كنت أحلم إنكم عم تديروا بالكم علي. أكيد كل أم بتلاقي ولادها هنن الأغلى على قلبها، بس أنا متأكدة إنه ما في أم بتحب ولادها مثل ما أنا بحبكم. أنتوا أملي بهالحياة وقوتي لحتى أقدر أتحمل كل شي مرقت فيه. ولادي أنتوا حلمي، مع أني بعرف إنه كنتوا تكرهوني، بس حاولت أقرب منكم، وكنت دائماً قوي حالي وقول إنه رح يجي يوم وشوفكم، بس ما خطر ببالي إنه الموت رح يأخذني منكم بكير. فكرت إنه رح يكون معي وقت لحتى أعوضكم، وقلت إنه حتى لو المحكمة ما برئتني أنا رح برئ حالي قدامكم. كنت أحلم إنه رح يجي يوم وأقدر أثبت لكم براءتي وأسمعكم عم تنادوا لي ماما. ما كنت بقدر رجع الأيام اللي راحت، ولا عندي طريقة إني أمنع شي ممكن يصير أو وقفه. أنا ما عندي غير الحب لحتى أقدم لكم إياه، وحاولت استغل الوقت لحتى عوضكم، وللأسف مثل كل مرة أنتي أكتر وحدة رح تدفعي الثمن. لما رحت قبل 20 سنة أنتي أكتر وحدة تعذبتي وعانيتي من غيابي. بدي إياكي تسامحيني. سامحيني على كل عذابك، لأنه هالمرة كمان إذا صار علي شي وإذا ما قدرت أرجع لك وكون معك، أنتي أكتر وحدة رح تتعذبي وتتضايقي. سامحيني إذا اضطريت أتركك.